السلام عليكم يا اولاد، معايا؟ السلام. سامعيني؟ تمام يا دكتور. حد يرد عليا؟ ايوه سامعين حضرتك يا دكتور. حضرتك يا دكتور، مين اللي معايا؟ كل مع حضرتك يا دكتور. طيب النهارده هنتكلم يا اولاد على اللي هي البيشنت اسسمنت، واحنا اتكلمنا في الاربع محاضرات اللي فاتت على الـ 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 على فكره الصوت فيه ايكو كده يا جماعه، اسمعوا يا دكتور، في صدى صوت في ال في صدى صوت كده، فلو حد فاتح مثلا السبيكر عنده او حاجه مثلا يقفله ممكن. عندنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن البيشنت اسسمنت والاكزامينشن والدايجنوزيس، وزي ما احنا قلنا ان احنا البيشنت اسسمنت اتكلمنا على الميديكال ريفيو والدنتال ريفيو، واتكلمنا بعد كده ازاي ان انا بعمل اكزامينشن سواء للهارد دنتال تيشو، عملنا ديتكشن للكيرز، عملنا اكزامينشن للريستوراتيف ماتيريال، عملنا اكزامينشن للاذر ديفكت زي الايروجن والابريجن والاتريشن. بدانا نتكلم بعد كده على الاكزامينشن، وقفنا للاديشنال ايدز فور الدايجنوزيس. الاديشنال ايدز كنت بدات اتكلم على الراديوجرافيك اكزامينشن، وكلمت على البركشن، وقفنا على البالبيتيشن. هنبدا النهارده نكمل الدايجنوستيك ايدز اللي هي هتساعدني ان انا اعمل كونفرميشن للدايجنوزيس بتاعي. الموضوع النهارده يا جماعه هتلاقون فيه حاجات مهمه، طبعا واحنا بنتكلم على الاكزامينشن اوف كيرز اتكلمنا على التراديشنال ميثودز، واتكلمنا على الريسنت ادفانسز في الهاو تو، اتكلمنا على الدووتي والدورة والكلام ده كله برضو ده مهم. بعد كده عملنا زي ما بقول لكم ان احنا وقفنا ان احنا بنعمل الدياجنوزيس لاديشنال ايه ميثودز اللي انا بعمل بيها كونفرميشن للدياجنوزيس بتاعي. يعني انا عملت دياجنوزيس ووصلت ان الحاله دي كيرز، الحاله دي فيها بالبايتس، الحاله دي فيها بالب ديس اوردر، طب ازاي اتاكد من الموضوع ده؟ فقلنا ان احنا كان موضوع نهايه المحاضره اللي فاتت اديشنال ايدز ان اكزامينينج بيس اند ريستوريشن، وكلمت على الاثنين الاولانيين اللي هي الراديوجرافي والبركشن. النهارده هنتكلم على اللي هو الاديشنال ايد الثالث اللي هو الكونفرميشن. ما فيش باور وزي قلت لزمايلكم في المحاضره اللي فاتت، انا في النهارده حاجات مهمه هتلاقوا بركز عليها، وحاجات يعني شفت ان انا عايز ايديا اباوت، حاجات ممكن تبقى عملي اكتر، حاجات ممكن ان انا باخد فكره تفيدني في شغلي في العياده. طب ايه البالبيتيشن يا دكتور؟ البالبيتيشن بعد اذنك. نعم. مفيش باور. مفيش باور مش ظاهر. مفيش قدامكم باور باين؟ ظاهر يا خالص. خالص كلكم؟ كلنا يا دكتور. كلنا يا دكتور. طب معلش هقطع ولا عقان؟ تمام ماشي يا دكتور. تمام يا دكتور. كده ظهر حاجة عندكم يا أولاد؟ أيوة تمام كده كده ظهر؟ أيوة ظهر. طيب احنا بنتكلم على البالبيتيشن،
انا مش عارف صدى الصوت ده ولاد صح ولا في حاجه مفتوحه عندكم. طيب البالبيتيشن اللي هي بنعملها ايه؟ احنا الرابن باي الاندكس فينجر، بجيب الاندكس فينجر وبحطه على البكر واللينجوال ميوكوزا، بعمل رابنج للاندكس فينجر الون ذا فيشال اند لينجوال ميوكوزا، بيبقى في اي منطقه اوفر ذا ريجن اوف ايبس، يعني باجي صابعي الاندكس وبحطه على الاوكلود على الفيشال واللينجوال ميوكوزا او الفلر ميوكوزا واشوف هل في تنطر من السنة، هل في سويلنج. طب السويلنج اللي عندي ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون دينتينو الفلر ابسس، او ممكن يبقى انفليكليسيست، او ممكن يبقى عندي نون تندر سويلنج. يبقى عندي التست اللي انا بعمله بالبالبيتيشن ان انا بشوف اي سويلنج في المنطقة سواء ان هي فيشل او لينجوال ميوكوزا، وبيبقى صبعي وانا بحركه في الميوكو باكر فول عند الريجن اوف ايبكس اوف التوس، بشوف تحته هل في عنده سويلنج، هل في انفكشن، هل في سيست، او حتى لو في سويلنج وما فيهوش تندرنس. التندرنس معناها ايه؟ معناها بين اندر بريشر، يعني ان انا بضغط العيان حس بين، بقول هنا يبقى فيه تندرنس. يبقى هنا البالبيتيشن ده اللي هو الاديشنال دياجنوستيك ايدز اللي انا بستخدمها عشان اعمل كونفيرميشن للكونديشن اللي انا وصلت للدياجنوزيس بتاعها. تاني حاجه بشوف التوس موبيليتي، والتوس موبيليتي دي بعملها بايه؟ بعمل روكنج للتوس. روكنج مش بعمله اندر هاي فورس، ده انا بقول جنتلي بنعمل روكت بالتوس بتوين التو فينجرز، بحطها بتوين التو فينجرز واحاول ان انا اعمل موفمنت للتوس. او في طريقه ثانيه ان انا بحط التوس اللي انا بكشف عليها بتوين وان فينجر اند الهاندل اوف ميرور، بحط الهاندل اوف ميرور في اللينجوال سيرفيس و او العكس، واحرك بالفينجر بتاعي التوس. لو في موفمنت ده بيقول ان هنا في انفلاميشن، ده في ممكن يكون في لص للسبورتنج توس ستراكشرز البون، او في اكسسيف لص للبريدونتال ليجامنت. يبقى هنا في الموبيليتي التست اللي انا بعمله بقول ان التوس جنتلي روكت بتوين تو فينجرز او بتوين وان فينجر اند الهاندل اوف هاند انسترومنتس، الهاندل اوف ميرور مثلا ماوس ميرور. طيب الموبيليتي دي بتيجي منين؟ قلنا ان في حصل لوس للايه؟ التوس استراكشر، التوس قصدي للسبورتنج توس استراكشر، او نص للبريدونتال ليجامنت. طب ده بيحصل في حاله ايه؟ بيحصل في حاله زي الالفيلر ابس، لو عندي انفلاميشن سيفير انفلاميشن في البيريبيكال ريجن بيؤدي لريزوبشن في البون وبيؤدي لجريت لوس اوف بريدونتال ليجامنت. عندي هنا الوقت الفيتاليتي تيست، والفيتاليتي تيست دي مهمه قوي ان انا بشوف الكونديشن اوف بالب، البالب هل هو فيتال ولا نون فيتال. لو فيتال يبقى اقدر اكمل تريتمنت بتاعي زي ايه؟ دايما احنا بنيجي نقول لو انا عملت الدايركت بالب كارينج او الاندايركت بالب كارينج بنقول لا ده ما بتنفعش بيحصل فيلير. دايما احنا بنرد على الموضوع ده بنقول لا احنا عملنا ميس سيليكشن للكيس، بمعنى ان انا خدت التوس دي كان ان انا جزء نون فايتال بلب وعملت ليها عملت ليها بلب كابنج. طب ما نجحتش ليه؟ لان البلب
الريسبوند بتاعه ان هيحصل له ديجنريشن، هيعمل نكروتيك تيشو، هيعمل لي انفلاميشن. بدل ما هيحصل هيلينج للبلب ده بيحصل ان بيعمل لي ابسس وبيعمل لي مشاكل. فيبقى لازم قبل ما ابدا التريتمنت اتاكد من الفيتاليتي اوف بلب، بتاكد من البلب ستيتس، هل هو فيتال ولا نون فيتال. طب ايه الميثودز اللي انا سروقت كان نو او كان ديتكت الكونديشن اوف بلب؟ انا عندي فيتاليتي تيست، اول تيست اللي هو الثيرمال تيست، والثيرمال تيست ده انا بعمل اكسبوجر للتوس لكولد او هوت ابلكيشن، يعني بشوف الريسبوند للتوس اجينست الثيرمال تشينجز، فبحط عليها يا كولد يا هوت ابلكيشن. طب الكولد ده ريبريزنتد بايه؟ بحط سمول رود شيب بيس اوف ايس، يعني سمول رود شكلها رود شيب بيس اوف ايس. او ان انا لو عندي قطن وول بعمل لها سوكت ان اسايل كلورايد، عارفين اسايل كلورايد ده بيبقى with high evaporation، بيحصل evaporation يعني بيبقى التبخر بتاعه بيبقى highly evaporate، يبقى لما بيحصل evaporation بيعمل reduction للtemperature، بيقلل التemperature، فهنا بيبقى بنحس بالcold بالنسبة للتوزني. أو الهوت ابليكيشن، الهوت ابليكيشن بجيب ستيكس اوف داتا بيركا بعمل لها سوفتنينج وبعمل لها ابليكيشن على التوس. يبقى انا في السيرمال تيست انا بشوف الريسبوند بتاع البلب اجينست ابليكيشن اوف كولد او الابليكيشن اوف هوت. طب الكولد بيتمثل ايه؟ سمول رود شيب بيس اوف ايس، او ان انا بجيب بيس اوف كوتون بعمل لها سوكينج او سوك ديت الاسايل كلورايد. الاسايل كلورايد ده بيبقى هايلي او هاف هاي بريشر في الايفابوريشن، فبيعمل ريدكشن للتمبريتشر في التوس، فبيبدا العيان يحس بالبين ديو تو الكولد ابليكيشن. اول هوت قلنا ان انا بعمل سوفتنينج للداتا بيركا ستيكس، بعمل لها سوفتنينج على ايه؟ على دراي هيت زي البنزين العادي، وبحطها على التوس على الانسايزر ايدج او الاوكلورال سيرفس، بحطها في الانامل. طيب حصل الريسبوند اللي ممكن لو حصل ايرلي ريسبوند ده بيبقى فيه انفلاميشن. هنقول ازاي بميز بين التورس لو هي فايتال او حصل فيها ديجنريشن او كان نكروتيك بالب؟ زي ما بنقول ان انا لما بحط الابليكيشن سواء الكولد او الهوت بحطه بعمل الاول ايزوليشن للفيلد، بتاكد ان الابلكيشن بتاعي بيبقى اون الانامل اوف توس، مش موجود على السمنتم، مش محطوط على مارج ميتاليك ريستوريشن، مش محطوط على جينجرال ايشو. هنا عشان ابدا هعمل لازم يبقى لي ريفرنس ارجع ليه. طب انا حطيت الابليكيشن بتاعي على اي توس وجدت ان في ريسبوند، انا يعرفني ان الريسبوند ده ليه هيلسي او ساوند توس ولا انفلمد توس ولا في ديجنريشن. فلازم اعمل كومباريزون بين التوس اللي انا بعمل لها تيست مع نورمال توس. فباجي للكوانترا لاترال توس، يعني انا شغال على ليفت بريمولر، اجي على رايت بريمولر لو هو ساوند واعمل الاختبار بتاعي ده عشان استخدمه از كومباريزون.
الدكتور تاني حاجة. نعم نعم هو ليه هو ليه في ريسبونس للكولد احسن من الهيت الكولد اكتر من الهيت في السلايد اللي قبل دي انت السؤال بتقول انا صاد الصوت ده يعني لعلمك انا وانا بشرح بيسمع معايا فمش سامع السلايد اللي قبل دي يا دكتور الايه السلايد اللي قبل دي المعروضه حاليا اللي قبل دي في response to cold is more reliable than heat. ايه السبب ده؟ اقول حاجة. انت عندك ال heat ممكن انت عندك ال cold بيعمل ايه؟ ال cold بيعمل vasoconstriction. يعني انت لو عندك hyperemia طيب هشرح لك وانا بشرح ال slides دي. انا عندي لو normal dose بيبقى ال response بتاعها normal. وهعمل له كومباريشن مع الفرونت لاترال او الادجيسنت دوز كويس. طيب لو انا حطيت بين حصل بين اون هوب اند كولد حطيتهم على التوز وحصل ريليف للبين افتر ريموفال اوف الايرتنت وذن فيو سكند يعني انا كلت ايس كريم او خدت حته بطيخه متلجه وحطيتها على السنه حصل بين لكن البين ده سبسايدد وزن فيو سكند ده يقول لي ايه؟ يقول لي ان انا عندي هيلثي بلد. كلنا اما بناخد حاجه ساقعه ممكن بيحصل بين immediately لما تكون ساقعه قوي وفي نفس الوقت بتنتهي في خلال ثواني من الريموفال اوف السيميلار ده اول حاله. الحاله الثانيه لو انا عندي البين استمر وزن فيو سكندز يعني بنقول less than 10 سكندز انا حطيت الكورد ابلكيشن او الهوت ابلكيشن وشلتها البيشن حس بالبين لكن انتهى البيضه في خلال 10 سكند يبقى هنا بنقول ان هي البلب هنا هايبرميك او ان هو بيبقى سفرنج فروم هايبريميا والهايبريميا دي بيقول عليها ريفرسابل بلبايتس. طيب افرض ان البين قعد فور لونجر ديوريشن من الايس من الساقع ده بقول عليه ايه؟ الريفرسابل بلبايتس. ليه؟ لان كان البين كان سيفير بين او الانتنسيتي اوف بين كانت عاليه وقعد فور لونجر ديوريشن افتر ريفرسابل بلبايتس ده هنا بقول عليه بلبايتس. طب في بلبايتس ثانيه اللي هي ممكن العيان بيبقى سافرينج فروم البين ديو تو هيت شرب شاي مثلا حس بألم جامد لكن الألم ده ريليفد باي تيكينج كولد درينك دي برضو بقول عليها بالبايتس. طب ليه؟ لأن تأثير ان الهيت عمل اكسبانشن لي البص سيلز للإكسيودات اللي موجود accompanied with الإنفلاميشن ده وانا عندي جازس وخدت حاجة سخنة الجازس اللي هي due to الإنفلاميشن اللي موجود في برئبكا ريجن فبيحصل له extension الإكستنشن ده بيضغط على النيرف إندينج. طب الحيان خد الكولد درينك يبقى بيعمل فازو كونستريكشن لي اللي هو الاير بابلز اللي موجوده والاكسيودات اللي موجود يبدا يحصل ريليف للبين بس دي برضو بسميها الريفرسابل بالبايتس. طب لو انا عندي مفيش اي ريسبوند للبالب ريسبوند فبنقول عليه ان البالب از نوت فايتال يبقى النقطة اللي عندي هنا الـ response للتوس against the thermal changes
اول حاجه النورمال توث بيحصل لها مع القرد والقط بيبقى في بين، لكن ده بينتهي وزن فيوشن. لو طولك شويه فور ابروكسيميتلي 10 سكندز بقول عليها هايبريميا، ودي بقول عليها الريسبل بايس. طب لو انا عندي البين كان فور لونجر ديوريشن روم الكولد ابليكيشن وقعد اللونجر ديوريشن ده اكثر ريموفال اوف الكوز او الايرتنت، ده بقول عليه الريسبل بايس. الريفرسبل بالباتس برضو موجود لو البيشن خد هوت درينكس و بعد كده حصل بين، بيروح البين ده انت لما بيعمل ريليف للبين بينه بيعمل ياخد كولد درينك. الكولد درينك هيعمل زي ما قلت لكم فاسو كونستريكشن، هيقلل الضغط على النيرف اندين، يبقى العيان يحصل ريليف للبين. ده يبقى وزن فيو مينتس، لان بعد كده يرجع التمبريتشر بتاع الاورال كافيتي بتاعنا فيبدا يحس ببين. ولذلك العيان ده لما بيجي العياده بيبقى معاه ازازه ميه ساعه، ويقول لك يا دكتور ده انا كل ما بمضمض او اشرب الميه الساعه دي كل ما بيقلل لي الايه البين. ده اللي هو الريسبوند اوف التوث اجينست الثيرمال تشينجز. يبقى انا عرفت ان في عندي النورمال اوت بيحصل الريسبوند بتاع وزن فيو سكند، لو طول الفيو عن فيو سكند بيبقى هايبرينيا، لو طول لمده طويله وكان مع سيفير بين بيبقى بالبايتس. البالبايتس يبقى اكتر الريسبوند بتاعه دي الكولد رينج، لكن في نوع منهم ان هو مع الهيت بيحصل الم، بيحصل اكسبانشن للجازز للفلويدز اللي موجوده مع الانفلاميشن، لما بياخد حاجه ساعه بيحصل كونتراكشن فبيبدا يحس بالريف اوف بين. هنا عندنا الالكتريك تيست، يبقى عندي الكتريكال تيست وانا اتكلمت على الثيرمال تيست. الالكتريكال تيست يمكن بنقول عليه بيبقى مور اكوريت زان الثيرمال تيست. والالكتريك تيست ده بنستخدم فيه البالب تيستر، والبالب تيستر لازم احطه على التوث ستراكشر سبيشالي الانامل، نوت ان ذا مين او سيمنتوم اند نوت اون لارج ميتاليك ريستوريشن. طيب طيب انا عندي الالكتريك تيستر شكله ايه عشان ناخد فكره عنه؟ ان هو بيبقى فيه تو الكترودز بيبقى نهايتين، نهايه ابلايد اون ذا توث ستراكشر اند ذا اذر الكترود البيشنت هولدز ذا اذر الكترودز ان هيز هاند. بنشتغل زي ما انتم شايفين الجهاز قدامنا، ان انا بعمل دايركت كارنت از باس، بفتح بيبقى عندي الكارنت بيبقى ثرو التوث، وبنعمل انكريز في الكارنت تو البوينت. لما بيوصل لبوينت معينه العيان بيبدا يحس جاست اوير اوف بين، يبدا يحس ببين او جاست تينجلينج. تينجلينج يعني زبزبات. اول ما العيان يحس بكده ده بنقول عليه ايه؟ ان هنا ده السكور بتاعنا. طب ازاي بحسب السكور بالظبط قبل ما ابدا فيه السنة اللي انا عايز اعملها اكزامينيشن؟ لازم بعمل السكور سواء الكوانترالاترال توس اللي في الجنب الثاني وبعد سجل السكور بتاعها، او في الادجيسنت توس وابدا اقارن التوس السكورز مع بعض. ازاي نتكلم عليها؟ هنقول ان هنا انكريز اوف ريتيتد اور الليمب بالب، السنه بتبقى متعلقه. هل الرسوم بتاعي او الرسومس بتاعي هيبقى ديليد ولا ايرور؟ بيبقى ايرور ريسبونس ويل بي اوبتيند. طب لو انا عايز مور فولتج ار
نيلت يبقى معناها هنا البلب ايه حصل له ديجنريشن. طب لو انا حصل فورس بومس اتوم يبقى معناها ايه؟ معناها ان هنا عندي نكروتك بلب. نكروتك بلب تسو يعني ما فيش اي احتمال. يبقى انا بلب تسعر عشان استخدمه بعمل تيست على نورمال توس ان اذر سايد او ان ليبرال توس وبسجل السكور. سبوز ان انا سجلت سكور 5 طب ايه بقى في السنه اللي انا هشتغل عليها؟ سجلت لي سكور 2 يبقى معناها ان هنا في فيليش ان هنا في ايرور ريسبونس. طيب سجلت 7 يبقى معناها ان انا عندي هنا ديجنريتد بول. طب ما سجلليش حاجه مفيش نور ريسبونس يبقى عندي نيكروتيك بول. طبعا انتيروتيس ريسبوند ايرور وزا الكتريكال بول تيست زين الانتيروتيس. لازم يبقى عندي بيركوشنز وانا بعمل الالكتريك بامب تيستنج ان عشان ما يحصلش عندي فولس نيجاتيف او فولس بوزيتيف ريسبونس ان انا لازم يبقى اعمل كومبليت ايزوليشن للفيلد. لازم يبقى عندي كومبليت دراينس. ابعد ان انا ما احطش الالكترود بتاعي او بنقول اهو اذا الالكترود 40 تاتش ذا ميتاليك ريستوريشن اور الجينجوال تيشو هيديني فولس امبريشن اباوت اللي هي سواء الالكتريك بلب تيستينج سكور. كده انا اتاكدت من الكونديشن بتاع البلب. يبقى انا افكركم بالاديشنال ديجنوستيكس اللي انا بعملها. اول حاجه ان انا بعمل ريديوجرافي دي حاجه مهمه. ثاني حاجه الكاستم. ثالث حاجه البارتيشن. رابع حاجه اللي هي اوكونال فيتاليتي تيست او فيتاليتي تيست. هبدا اتكلم على صم تيست زي الكافيتي تيست. ايه الكافيتي تيست ده؟ كافيتي تيست ده انا بعمله only when there is no other way to diagnose questionable bulbar vitality. يعني خلاص استنبست جميع الميثودز ان انا اعرف البالب ده فايتال ولا لا بلجا في النهايه للكافيتي تيست. الكافيتي تيست ده معناه ايه؟ هل اعمله مع كل الكونديشنز؟ لا. انا بعمله لحاله ان انا عندي ريستوريشن وانا عملت قررت ان انا اعملها ريبليسمنت وفي نفس الوقت انا مش عارف الكونديشن بتاع البلب. يبقى الكافيتي تيست ده ما بعملوش لاي حاله. الحاله اللي بعمله فيها اول حاجه انه وين ذير از نو اذر اني دايجنوست اني تيست عشان اعمل دايجنوزس للكويتشنبل بلب فيتاليتي. التوس اللي انا هعمل فيها دي ان التوس ويز لارج ريستوريشن ذات از سكيدجول فور ريبليسمنت. انا قررت اعمل لها ريبليسمنت. طيب هنا الكافيتي تيست بعمله ازاي؟ بجيب راوند بير وما بديش انستيزيا للتوس اللي انا شغال فيها وابدا اعمل كافيتي ثرو ريستوريشن انتو ذا دنتين. لما وصلت للدنتين والبيشنت كان عنده لاك اوف سنسيتيفيتي ما حسش يبقى هنا البلب مش فايتال. لو حس البيشنت اول ما وصلت للدنتين بالراوند بير يبقى عندي فايتال بلب. يبقى اتفقنا ان كافيتي تيست ما بعملوش لاي كونديشن في حاله ان there is no other way to diagnose questionable bulb vitality. اي حال لا مع التوس اللي فيها large restoration واللarge restoration ده انا scheduled for replacement. انا قررت ان احنا مخطط ان انا هشيله. طبعا عايز اكشف على البلب فيتاليتي ما انا شايل الريستوريشن ده شايله فبعمل cavity through restoration
راوند بيل وما بديش وزاوت نو انستيزيا. الكافيتي از نيكس روتر سوليشن تو دنتين. طب لو حصل لاك اوف سنسيتيفيتي لما وصلت للدنتين او لاك اوف ريسبونس ده معناها ايه؟ معناها الدنتين از لما عملت كاتنج في الدنتين يبقى هنا البلب نون فايتال. لو حصل في ريسبونس او العيان قال لي انا في بين يبقى هنا عندي البلب فايتال. عندي كمان تيست اذر تيست اللي هو بسميه اناسيتك تيست. والاناسيتك تيست ده امتى بنستخدمه؟ مش اي برضه كونديشن، مش اي كيس، لا في حاله ان البيشنت كانوت لوكيت ذا سايت اوف بين، ما هوش قادر يعمل لوكاليزيشن للسايت اوف بين. هو بيقول لي والله يا دكتور انا حاسس في الجنب الشمال في الم. طب يا ابني قدام ولا ورا، فوق ولا تحت، مش عارف يا حد. فانا ببدا اعمل اكزامينيشن للبيشن واحاول ان انا اقرب للمنطقه اللي فيها المشكله. لما بحدد وشاكك في الدرس فبدي الانستيزيا للي هي السسبكتد توكس. لو حصل ريليف للبين يبقى هنا انا وصلت ل عملت ايدنتيفيكيشن للتوس اللي عامله البين. طب اخد ان انا اوصل الانستيزيا البين ستيل او البيش ستيل في البين يبقى معناها ان ما هياش السسبكت توكس دي اللي انا اديت لها الانستيزيا هي السبب. فهنا بقول اناستيك تيست ذا يوز اف بيشنت از انيبل تو لوكالايز البين. اعمل ايه؟ بقول باقي السسبكت توكس از انستيتايز تو ديترمن اف البيشنت جينز ان ريليف. لو البيشن حصل ريليف للبين يبقى انا وصلت للحل الصحيح. لو البين ستيل موجود يبقى لازم ان انا احاول تاني في سنه تانيه. بنقول اف ذا سيستم سبسايد ذا سيمتوم سبسايد بنقول دي الاوفرنج توز هاز بين ايدنتيفايد. طيب عندي كمان الاستادي كاست. استادي كاست زي ما كنا عارفين اخد امبريشن للابر واللور وهدرس الريليشن شيب بتوين، بدرس الاوكلوجن بمعنى عام. فبقول ان الاستادي كاست ار هيلبفول. هيلبفول ايه؟ انها تعملي اندرستاندينج اوف اوكلوجن ريليشن شيب. دي كمان بتساعدني في الديفلوبينج ذا تريتمنت بلان. ما فيش صوت يا دكتور.